FM. الكلمة ليك. بالنسبة للمعز جات بيريود معناها عمل ديسيزون باين فهمت الحقيقة باش كل واحد ياخذ حقه. 2011 في الفينال تشامبيونز ليغ معز بن شريفية أنقذ الترجي الرياضي التونسي. صحيح. زوز كور راس راس حتى كان نرجعوا نتفرجوا فيهم. صحيح. بون احنا ديما نحن في تونس بصفة عامة ديما عندنا ذاكرة قصيرة شوية. مش هذا واضحين. معز عمل ديسيزون باين. جات معز ديجا من هذا الموسم الثاني يمكن معناها المردود نتاعو بدا ينقص شويه معناها فهمت. وشخصيا كنت تحدثت معاه انا معز قلت له معناها يلزمك معناها جاتك بيريود يلزمك تخدم قبل حتى ماتش واد الشامبيونز ليغ قبل كل شيء بدا تحسن من الاداء نتاعك او مالوريزمون تصير الاغلاط في الكوره فهمتني اكثر قله ومعش انا المانيا خسر سبعه البرازيل خسر 7-1 مع المانيا فهمتني الجارديان نتاع البرازيل تصور انت يقبل 7 بونت في نايكوب دي موند فهمتني بون اما هنا ديما نقولوا حاجه واحده راهو الاغلاط اللي تصير واذا كان ما تصلحش منها راك ما تقدمش باش نكونوا واضحين صحيح فما حمله كبيره على معز معز لازم يراجع روحه لازم يحسن وعاود يخدم بالكدا 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 كما نقولوا نحن بلغتنا نحن في لي زونترينمون الوقت كورجي نخدم دوبل نخدم اكثر خاطر ما ننساوش معز راهو 25 سنه راهو مازال كاريرو قدامه فهمت دونك يزمو يراجع روحه بالكدا بالكدا تصير الاغلاط في الكوره تصير كلكي سوا حد مهاجم يغلط سبحان الله مدافع يغلط صحيح تقعد شكون اكثر عباد تقعد تعاني من الحكايه هذه هي الجماهير هنا ديما نقولوا نحن ديما لكن هنا سامحني رؤوف انك انت كجمهور تحط الغضب نتاعك وتحمل المسؤوليه لشخص واحد راهي ماهيش لعبه فرديه كره القدم فيها 11 شو كما نقولوا راهي معروفه كره القدم ديما شكون تلقى كبش في داره يا مدرب يا ملاعبي يلزم لاعبيه يا مسؤول يا رئيس جمعيه لازم فما شكون باش يخلص الفاتوره لكن نحكيو كوره زاد نجم نقولوا كان عندك ديفونس قوي برشا ما يوصلش الجول كان عندك وسط قوي برشا ما يوصلش الجول خاطر الدفاع عدا من الهجوم صحيح معاك انا هي الرأي شوف رغم الاهداف خاصه الاهداف ديما نعاود نرجع طب نرجع لمقابله الاهلي انا الزوز الاهداف اللي قبلناهم رغم اخطاء فرديه باش نكونوا واضحين مش من الحارس بركه راه فما اخطاء فرديه صارت قبل البونتو باهي كي نجي انا باش نقول لك انا انت باش تغطي صاحبك عليه ما نرجعش لاكسيون من الاول تو نشوفوا شكون وكذا فهمتني داكوردو صارت الغلطه مالوريزمون الجارديان ديما كي يغلط ما يلقى حتى حد يغطي عليه راه خاطر هو هذه حاجه باش انا قلتها من قبل ونعاودها المهاجم راه كي يغلط نجم يتعدى مليو تيران كي يغلط يلقى ديفونسور وراه الديفونسور في حد ذاته كي يغلط يلقى حارس مرمى وراه حارس مرمى كي يغلط يلقى التابلو وراه سيد كتبت فوالا فهمتني على جيم الغلطه نتاع حارس مرمى تبان كبيره على الاخر بورتون فما ملاعبيه تلقاهم يغلطوا اكثر من حراس المرمى. كاب اف ام الكلمه ليك.